دلوقتي بعد ما لحمنا الاي سي بتاع الاي دي سي من البورده بتاعته، احنا المفروض فكناه من البورده بتاعته، هو اي دي سي اي دي اس 3.5، شلناه من البورده بتاعته وحطيناه على سيرفيس ماونت كارير بورد صغيره. دلوقتي بقى احنا عايزين نلحم بين هيدرز للبورده دي، بحيث كل مجموعه بين هيدر تبقى موجوده في الجنبين، بحيث كاني بالظبط احوله الاي سي دول انلاين باكج، بحيث ان هو مثلا يتحط على بريد بورد. طبعا البنات اللي انا قطعتها دي هي طبعا 4 بنات، فلسه هقطع مجموعتين 5 بنات، لان اصلا كده ده مش هينفع. ده كده اول مجموعة، وادي كده تاني مجموعة. يستحسن دلوقتي لما نيجي نستخدم مكوة لحام، لو احنا مثلا هنشتري مكوة لحام عادية من السوق، ممكن مثلا نشتري مكوة لحام 60 واط او 80 واط. 60 واط هي بتبقى حامية شوية لو في حد هيستخدمها، فطبعا تاخدوا بالكم ان ممكن حد يلسع نفسه، بتبقى فظيعة جدا. بس الميزة ان هي بتنفع لأغلب الشغل، وبرضو لازم تكون ايدينا سريعة في اللحامات. فدلوقتي المفروض ان انا هحط البين هيدرز في البوردة بتاعتي زي كده بالظبط. هي طبعا في الجنب التاني فيها باكج تانية ممكن تتلحم عليها، بس احنا مش هنلحم عليها حاجة، المفروض هي بس تتلحم عليها من جنب واحد. وهنستخدم بريد بورد في تثبيت الاي سي، والبوردة بنستخدمها في تثبيت البين هيدرز بتاعتنا، بحيث ان هي تبقى عمودية. وهنضغط كويس، دلوقتي في عندنا بادة، البادة دي نزل فيها قزير، فنحاول نشفط القزير منها عشان نقدر نلحمها. ممكن نستخدم شفاط قزير ومكوة اللحام. زي ما احنا شايفين اهو، شفط القزير شفط القزير من البادة خلاص. دلوقتي بقى هنستخدم البريد بورد في اننا نثبت الاي سي مع البين هيدرز بتاعهم. ده يعتبر احسن حل يخليني اقدر الحم البين هيدرز مع البوردة دي، بحيث ان هي تبقى عمودية، مفيش بين هيدرز تبقى متنية شوية او كده. ويستحسن برضو الحم بسرعة جدا، بحيث ان انا مسيحش البريد بورد. طبعا البريد بورد دي حصل فيها ضرر زمان وساحت مني، فعادي يعني مش مشكلة. دلوقتي هستخدم مكوة اللحام وهبدأ ألحم كل البنات بتاعتي، وهحاول أوريلكوا برضو جودة اللحام المفروض تبقى عاملة إزاي لما نيجي نلحم. يعني ممكن نستخدم مكنة لحام جود 60 واط أو 80 واط، بس واحنا بنتعلم اللحام لازم تكون إيدينا سريعة، لأن احنا لو سيبنا مكنة اللحام شوية ممكن البوردة تتحرق بسببها يعني. استخدم عادي مكوة اللحام وحطها على البين هيدر بتاعتي، الطرف بتاعها زائد البادة، لازم اخليها تسخن الاتنين مع بعض. واحط قزير بحيث ان هو يلحم الاتنين مع بعض. وحاليا بس انا بجرب بثبتها، ممكن برضو اقرب بالميكروسكوب بحيث نشوف جودة اللحام عاملة ازاي. اوريلكوا برضو المفروض تبقى عاملة ازاي.
كده اللحام مش حلو لان الاستير ما حصلهوش ريفلو او ما حصلهوش فلوينج حوالين كل البنايه، في جزء في استير وفي جزء تاني ما فيهوش استير. فاحنا لو جينا سخنا ممكن نحاول نعمل زوم. فاحنا دلوقتي بقى نستخدم حبة أستير كمان. وهكذا بقى. ممكن نحط فلكس لو احنا عايزين، بس الفكرة كلها ان الأستير اللي انا مستخدمه هو اصلا فيه نسبة فلكس 2%، هو عبارة عن أستير 70%، رصاص 30%، وفلكس 2%. زي ما انتم شايفين عملية اللحام اهي بقت سهلة جدا. نيجي للبناية اللي بعدها. واللي بعدها برضو. لاحظ حتى ان الأزير نفسه فيه حبة فلوكس، فهو اصلا بيساعد على اللحام لوحده. دلوقتي نيجي نعمل انسبكشن للجزء اللي احنا لحمناه. زي ما انتم شايفين الأزدير موجود على البناية من كل النواحي، ده يعتبر لحام كويس. ممكن مثلا نضيف حبة أزدير في أول بناية. يعتبر كده حسب ما انا ما شايف مفيش اي مشكلة خالص في اللحامات. نروح برضو للجنب التاني، بقصتنا فيه 5 بنات كمان. الأزير ما وصلش للناحية التانية، وللأسف برضو ساعات البين هيدرز بتبقى جودتها مش حلوة. نلحم برضو اللي بعدها. واللي بعدها برضه. نلاحظ حتى ان سن مكوة اللحام مبطط او كأنه عامل زي مفك العادة، بيسموه تشيزل تيب. السن ده ميزته ان هو السيرفس اريا بتاعته كبيرة، فده بيديني امكانية حلوة ان هو مساحته كبيرة، فيقدر يشفط الازدير الزيادة اللي على البدايات بتاعتي. مش محتاج اصلا استخدم شفاط ازدير عشان اسحب الازدير الزيادة من على كل بدا.
فالسن نفسه هو اللي بيسحب الأزدير زيادة من عندي. أحاول برضه أوريه لكم، أمسح الأزدير اللي عليه بحيث يبقى واضح. زي ما احنا ما شايفين هو كأنه عامل زي المفك العادة كده، أو عامل زي الأجنة العادة أو كده يعني. ده مثلا كمثال. فدلوقتي بقى هنعمل انسبكشن للأستير بتاعنا، قصدي للحامات. تعالوا كده نبص. نعمل زوم على الحامات بتاعتنا، هنلاقي ان هما على الاغلب يعني مفيش فيهم مشاكل. هو فيه هنا رايش أستير حامي طالع، ممكن عادي نشيله بالتويزر عادي. ده كده المجمل العام بتاع اللحام بتاعنا. ممكن طبعا نحط حبة تينر أو كحول 100% بحيث إن احنا ننضف البوردة من الفلكس اللي موجود فوق. نستخدم قطعة منديل بحيث إن احنا ننضف البوردة، ونستخدم الفرشة بحيث إن احنا إيه بس كده. يعتبر البوردة اتنضفت زي ما احنا شايفين كده. إن شاء الله ممكن بعد كده في فيديو جاي أتكلم على إزاي ألحم بقى الموديول دي كلها، أو أستخدمها مثلا في بريد بورد. يعني ده مثلا مثال حقيقي، ممكن أي أي سي سيرفس ماونت نحطه على البوردة بتاعتنا دي ونستخدمها عادي على البريد بورد. وممكن برضو نستخدمها في مشاريعنا، لو أنا مثلا عندي أي سي سيرفس ماونت وعايز أستخدمه في بوردة مثلا نحاس أنا أعملها، ممكن أركبه مكان أي سي دول إن لاين باكج، اللي هو الأي سي العادي اللي إحنا بنتعامل معاه. ممكن نخلي الأي سي سيرفس ماونت يحل محله بدون أي مشكلة زي ما إحنا كده شايفين. بعد كده بقى هلحم بقى الكومبوننت بتاعتي على الشيلد بتاع الراسبري باي. هبدأ بقى استخدم انالوج انبوتس بقى بحيث ان انا اقدر اعمل لها سامبلنج بالراسبري باي. ده يعتبر دي فكرة كنت انا شغال فيها الفترة دي. بس لو في اي حد عنده اسئلة مفيش اي مشكلة خالص، وشكرا ليك.